بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد حلقة مهمة جدا، هنتكلم على الاستعدادات الأخيرة لمباراة الأهلي والداخلية غدا في الدوري العام. النهاردة تدريب الأساسي والرئيسي قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لهذه المباراة. خلاص الفريق والجهاز الفني أغلق صفحة المباريات الإفريقية وبدأ الحديث عن مباراة الداخلية. أكيد الأهلي في صدارة الدوري بيسعى لتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين سواء بيراميدز أو فيوتشر، وفي نفس الوقت التحضير للمواجهات الإفريقية القادمة في ظل غيابات عديدة قد تكون يعني مش موجودة في مباراة بكرة أمام الداخلية، ولكن أكيد الجهاز الفني عنده البدائل المناسبة لمباريات الدوري وأيضا التحضير للمرحلة اللي جاية. حلقة فاكهة ولسه تفاصيل مهمة، وكمان هنتكلم شوية على بعض الأمور الخاصة بمجموعة الأهلي في البطولة الإفريقية، المواجهات القادمة، طاقم تحكيم مباراة الأهلي والقطن يوم السبت المقبل، وكالعادة أنتوا عارفين دايما معانا كل الكواليس المتعلقة بالمشوار الإفريقي للأهلي خلال الفترة اللي جاية. عموما نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة الداخلية غدا، وتوقعاتكم لنتيجة المباراة في ظل غيابات عديدة ممكن ما تكونش موجودة في مباراة الداخلية، فمهم جدا نسمع وجهة نظر حضراتكم في التشكيل اللي ممكن الأهلي يعتمد عليه في مباراة الداخلية. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة هنا أستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم. طيب بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الداخلية، وكمان طاقم تحكيم من موريشيوس لمباراة الأهلي والقطن، وأخيرا المنتخب يواجه المكسيك وديا يونيو المقبل. المباراة دي لو اتلعبت في الأجندة الدولية في شهر 6 اللي جاي هتبقى استعداد قوي جدا وتجربة نعرف فيها مستوانا خلال الفترة الحالية. طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم النهاردة في مجموعة من المباريات المحلية والدوريات الأوروبية. نبدأ مع بعض في الدوري المصري، منذ قليل انتهت مباراة غزل المحلة وأسوان بتقدم وفوز أسوان 2-1، انتصار مهم جدا لأسوان بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، ويبدأ في مسألة تحسن النتائج. الساعة 7 طلائع الجيش بيستضيف الاتحاد السكندري على ملعب جهاز الرياضة العسكري. نروح للدوري الأسباني، والساعة 10 من مساء اليوم فياريال بيستضيف ختافي. ونروح للدوري الإيطالي، الساعة 7:30 من مساء اليوم هيلاس فيرونا بيستضيف فيرونتينا، والساعة 10 إلا ربع لاتسيو بيستضيف سامبيدوريا. دي كانت أبرز واستعراض مباريات اليوم سواء المباريات المحلية أو أبرز المباريات في الدوريات الأوروبية. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. الفترة القادمة أكيد الناس كلها بتستعد وبتتفرج ومستنية تشوف مباريات الأهلي الإفريقية خلال الفترة اللي جاية. الأول طبعا في مباراة مؤجلة مع القطن الكاميروني بإذن الله هتتلعب يوم السبت المقبل 4 مارس، هذه المباراة مؤجلة من الجولة الأولى نتيجة طبعا مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. طاقم التحكيم اللي هيدير مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لمباريات المجموعة في دوري أبطال إفريقيا طاقم تحكيم من موريشيوس بقيادة الحكم الدولي أحمد امتياز هيرال، أدار مباريات عديدة في المسابقات الإفريقية في الفترة الأخيرة، ويمكن أبرز حكم هو من موريشيوس بيتواجد في المباريات الأندية والمنتخبات، سبق ليه قبل كده إدارة عدة مباريات للأهلي ولكنه مش من حكام الصفوة اللي بيتواجدوا في المباريات الكبيرة أو اللي فيها تنافس كبير. يعني مباراة الأهلي وصن داونز كان فيها مملكة سيما، أكيد بيختاروا يمكن حكام النخبة في الدربيات أو المباريات الكبرى، لكن مباراة الأهلي والقطن هيكون طاقم تحكيم من موريشيوس يوم 4 مارس السبت المقبل. بعدها على طول بأسبوع يوم 11 مارس طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة صن داونز والأهلي بقيادة الحكم السنغالي عيسى صا. عيسى صا يمكن هو اللي أدار مباراة الزمالك وبلوزداد في الجولة الأولى في استاد القاهرة، فهو اللي هيكون موجود في ملعب لوفتس في بريتوريا لإدارة مباراة صن داونز الأهلي الساعة 3 العصر يوم السبت 11 مارس. نروح للجولة الخامسة واللي هتكون في جروة في الكاميرون، هيكون ميعادها يوم الجمعة 17 مارس الساعة 6 مساء. هذه المباراة هيديرها طاقم تحكيم ماكيني بقيادة بيتر أويرو، هو اللي هيقود هذه المباراة، وبالتالي الثلاث مواجهات القادمة للأهلي مع القطن السبت اللي جاي هيديرها طاقم تحكيم من موريشيوس، بعدها 11 مارس السبت اللي بعديه طاقم تحكيم سنغالي في مباراة صن داونز، ثم طاقم تحكيم ماكيني يوم 17 مارس الجمعة مع القطن الكاميروني في جارو. دي
الثلاث المباريات الإفريقية اليوم والتوقيت والساعة وكمان الأطقم التحكيمية. دي جزئية. الجزئية الثانية، ويمكن بعض الناس ممكن تاخدها بشكل طريف شوية، ولكن أنا بالنسبة لي كانت مفاجأة. عارفين فكرة إن فريق لو عنده أمل في المنافسة أو عنده مباراة في دوري أبطال إفريقيا، هل تتخيل أنت ممكن تلعب يوم السبت في دولة وتسافر وتلعب يوم الثلاث في دولة تانية؟ أكيد مش منطقي. لكن أنا من خلال بحث كده عشان أعرف إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية، كلنا عارفين إن في مباراة مؤجلة ما بين الأهلي والقطن هتتلعب يوم 4 مارس اللي هو السبت اللي جاي. القطن الكاميروني عنده مباراة في الجولة الرابعة مع الهلال السوداني طبقا للموعد المحدد سلفا يوم 7 مارس. يعني الفارق الزمني ما بين مباراة السبت ومباراة الثلاث هي 48 ساعة، حد واتنين، بس هتسافر من دولة للتانية. الغريب بالنسبة لي، وأنا بعتبر ده ممكن يكون يعني القرار اللي خده القطن الكاميروني بشكل غير مباشر ممكن يكون في صالح الهلال السوداني، لأن القطن لما يلعب يوم 4 مارس مع الأهلي ويلعب 7 مارس مع الهلال هو كده بيقدم يعني جاي من مباراة كبيرة وصعبة وهيبذل فيها مجهود بدني كبير، فيروح مباراة الهلال ما عندوش وقت حتى يعمل استشفاء لأنه كمان هيسافر من مصر والسودان حتى لو راح للطيران ساعة ساعتين. فكانت بالنسبة لي مفاجأة إن القطن يوافق إنه يلعب يوم 7 مارس. ليه بقى أنا بتكلم في الجزئية دي؟ لأن في المقابل نفس الأمر بينطبق على مجموعة الوداد الرياضي المغربي، عنده مباراة مؤجلة هيلعبها مع فيتا كلوب يوم أيضا السبت المقبل 4 مارس. طيب فيتا عنده مباراة في الجزائر يوم 7 مارس بنفس الطريقة، يعني نفس المواعيد، ولكن فيتا رفض يلعب يوم 7 مارس في الجزائر مع فريق الجزائري شبيبة القبائل. أوكي؟ طيب الماتش اتأجل لفيتا، بدل ما هيلعب يوم 7 مارس مع شبيبة القبائل هيتأجل ليوم 11 مارس. فبالتالي فيتا بدل ما يلعب يوم 7 مع شبيبة القبائل هيلعب يوم 11 في نفس توقيت المباراة اللي هيلعبها بالتأكيد أيضا الوداد مع بترو أتلتيكو. وبالتالي فيتا نفس ظروف الهلال، نفس ظروف القطن الكاميروني، لأن فيتا كلوب هيلعب يوم 4 مع الوداد في المغرب وهيسافر الجزائر. ما بين المغرب والجزائر احنا بنتكلم في ساعة أو ساعتين سفر، ولكنه رفض ان هو يلعب يوم 7 مارس، قال لك لا اجل لي، انا مش هينفع العب مباراتين في دوري ابطال افريقيا، الفرق الزمني بينهم 48 ساعه، فراح يلعب امتى؟ يوم 11 مارس. لكن القطن الكاميروني في واقع انا بالنسبه لي كانت غريبه، ما لهاش غير مبرر واحد بس، ان يلعب يوم 4 في مصر ويلعب يوم 7 في السودان، ما لهاش غير مبرر واحد، ان هو بيقلل قدر الامكان التكاليف الماليه او التكاليف الماديه الخاصه برحله الطيران ومصاريف الاقامه والتنقلات والكلام ده، لانه طبعا لو جه السودان يوم 2 مارس هيقعد 2-3 يلعب يوم 4 يسافر على مصر في نفس الرحلة أعتقد حوالي ساعة ساعتين للقاهرة يلعب يوم 7 فهيقعد في مصر يومين، لكن لو أجلت له اليوم 11 هيضطر يرجع للكاميرون وبعد كده يسافر من الكاميرون للقاهرة، ممكن بقى يكون فيها ترانزيت، ممكن يكون رحلة طيران مش مباشرة، فممكن تكون تكاليف مالية أكبر على فريق القطن، بالإضافة لده لو حب حتى يقعد في القاهرة لغاية يوم 11 فترة الأسبوع بالنسبة له ممكن تكون مكلفة، رغم ان الاهلي اكيد عشان حرصا على راحه اللاعبين الاهلي هيعمل ده في المباراتين ما بين الجوله الرابعه والجوله الخامسه، يعني الجوله الرابعه هنلعب مع صن داونز يوم 11 مارس، الفريق مش هيرجع القاهره، هيفضل قاعد في بريتوريا حوالي 72 ساعه، ويوم 14 مارس هيسافر من بريتوريا الى جروه عشان يلعب مع القطن يوم الجمعه 17 مارس. القطن مش هيعمل كده، التكاليف الماليه اكيد بنسبه كبيره هو ده السبب، ولكن هو قدم بشكل غير مباشر يعني على طبق من ذهب فكرة ان الهلال السوداني هيبقى عنده أسبقية في فكرة ان هو جاهز اكتر، محضر اكتر لمواجهة القطن، لان القطن عنده مباراة مع الاهلي بالتالي هتبقى مباراة صعبة عليه، فبالتالي في 48 ساعة يروح يلاعب الهلال في السودان، لكن الهلال ما عندوش اي مباريات في مساحة وقت زمني وفارق زمني ما بين المباريات، فبالتالي هيكون اجهز من مواجهة او اجهز من فريق القطن. فبالتالي دي كانت نقطة مهمة برضو نشرح للناس، لان انا عارف من بكرة الناس هتستغرب ازاي القطن هيلعب يوم السبت وبعد كده هيسافر يلعب يوم الثلاث في السودان. تم عرض الامور، لكن القطن قال لك مش عايز اجل ل 11 العب يوم 7، عكس فيتا كلوب الكونغولي قال لك لا مش هلعب 7، انا عايز العب في الجزائر يوم 11 رغم المسافه بين المغرب والجزائر حوالي ساعتين. احنا بنحب نركز في التفاصيل دي عشان نشرحها للناس، لان انا عارف ممكن بعد بكره ولا حاجه الناس ممكن تسال ازاي فريق بيلعب ماتشين في اقل من 4 ايام، وممكن بقى البعض يصدر لك ان هي اصل دي مؤامره اصل، فاحنا بايه بنقفل الموضوع بدري وبنشرح للناس هي موافقه من القطن انه عايز يلعب يوم 7 عشان اكيد عايز يوفر الامور الماليه ويوفر فيه تذاكر الطيران والاقامه والتنقلات ما بين الدول.
طيب دي جزئيه تانية. الجزئيه الثالثه وهي متعلقه بحدث انا شايفه بصراحه رائع جدا. النهارده علي معلول كان في زياره لمنتخب تونس للشباب اللي عنده مباراه كاس افريقيا هنا في مصر منذ حوالي ساعه. يعني صفحه الاتحاد التونسي قدامكم على الشاشه اهي نشرت يعني فيديو لزياره علي معلول كابتن منتخب تونس ولاعب النادي الاهلي لمعسكر فريق الشباب منتخب تونس للشباب اللي عنده مباراه النهارده على فكره. يعني احنا بنتكلم في اقل من ساعتين هتبقى الساعه 7 ان شاء الله على استاد القاهره الدولي وتونس لازم تكسب. فعلي بصفته كابتن منتخب تونس وموجود في القاهره ولاعب طبعا النادي الاهلي كان حريص على زياره منتخب تونس اللي هو بيسلم حتى على محمد كريستو وبيحضنه طبعا لاعب واعد ان شاء الله نتمنى له التوفيق مع الاهلي خلال الفتره اللي جايه. فكان لقطه يعني بصراحه مميزه من نجم كبير زي علي معلول وقاعد حتى هو مع الجهاز الفني لمنتخب تونس للشباب اللي بيقوده الكابتن عادل السليمي هو اللي قاعد اهو بجوار علي معلول. وبعد كده صوره جماعيه لعلي معلول وتي شيرت كمان منتخب تونس للشباب يعني وقعوا كلهم عليه وادوا التي شيرت لعلي معلول وزيارته النهارده ليهم في احدى الفنادق القريبه طبعا من استاد القاهره بيدعمهم وبيحمسهم وبيحفزهم. النهارده بالتاكيد تونس كلها على متابعه بنسبه كبيره لهذه المباراه لان تونس خلاص يعني لو كسبت هتتاهل لدور الثمانيه وعندها حظوظ في مساله تصفيات كاس العالم خلال الفتره اللي جايه. فكان مهم جدا ننشر ونقول نقلا عن صفحه الاتحاد التونسي زياره علي معلول لمنتخب تونس للشباب. دي كانت ابرز الامور اللي معايا النهارده في فقره ترند ترند والفقره دي انتوا عارفين دايما بيكون فيها ابرز الاخبار والكواليس والمعلومات اللي مش موجوده في اي حته على السوشيال ميديا. نخرج على فاصل وبعد الفاصل نواصل. وترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا على النادي الاهلي. نبدا مع بعض والبدايه مع حساب يلا كوره. يلا كوره يكشف تفاصيل رحله الاهلي لمواجهتي سان داونز والقطن الكاميروني. زي ما قلت لحضراتكم اكيد في تحضير بخصوص هذه الرحله. اولا الفريق هيدخل معسكر مغلق يوم 6 مارس ان شاء الله استعدادا لمواجهه المقاولين العرب. عندنا مباراه في الدوري يوم 7 مارس فبالتالي الفريق هيبدا معسكره من يوم 6 مارس استعدادا لمواجهه المقاولين. هتلعب مع المقاولين يوم 7 بعد المباراه هترجع من تاني لفندق الاقامه عشان تستعد للمغادره الى مطار القاهره عشان تستعد للسفر الى بريتوريا بعد ساعات قليله جدا او يعتبر صباح يوم 8 مارس. هتوصل ان شاء الله فجر او صباح يوم 8 مارس. هتستعد تتمرن يوم 8 و9 و10 وتلعب مع سان داونز يوم السبت 11 مارس. طيب بعد السبت 11 مارس عندك مسافه او مساحه حوالي 6 ايام على مباراه يوم الجمعه مع القطن الكاميروني في جروه. هل الجهاز الفني فكر في الاقامه والاستمرار في بريتوريا؟ حصل تنسيق واتصال مع السفاره المصريه في جنوب افريقيا وتم التنسيق في هذه الامور ما بين الكابتن سمير عدلي والكابتن سامي عبد الحفيظ مع سفير مصر في جوهانسبرج عشان التحضير للاقامه والتنقلات وكل الامور المتعلقه بالامور اللوجستيه لبعثه فريق النادي الاهلي. الاهلي هيلعب يوم السبت 11 مارس مع سان داونز، هيتمرن يوم 12 مارس الحد، يوم الاثنين، يوم الثلاث. مساء يوم الثلاث الفريق هيتجه بنفس الطائره الخاصه الى مدينه تجاروة. هيقطع مسافه حوالي 7 ساعات رحله طيران مباشره من بريتوريا الى جروة عشان توصل يوم الاربع. عندك تدريبات الاربع والخميس وتلعب مع القطن الكاميروني يوم الجمعه. ده الترتيبات اللي تمت خلال الفتره اللي جايه واللي كان يلا كوره حريص النهارده على نشر التفاصيل الدقيقه المتعلقه برحله الاهلي خلال الفتره اللي جايه. طيب اليوم السابع وبيتكلموا على مباراه الداخليه. كولر يصحح اخطاء الاهلي الدفاعيه قبل مواجهه الداخليه في الدوري. الفكره في حد ذاتها كولر كمان في المؤتمر الصحفي بعد مباراه سان داونز قال لك ما عنديش مساحه وقت اقدر اعدل او يعني اتكلم على الاخطاء الفنيه، يا دوبك المسافات ما بين المباريات بنعمل استشفاء بشكل سريع وبيبقى التحضير للمباراه الثانيه. لكن النقطه المهمه في استعداد الاهلي للداخليه كيف يتغلب كولر على الغيابات الفنيه اللي هتكون موجوده في مباراه الداخليه. في اسماء يمكن خرجت بسبب الاصابه في مباراه سان داونز، بنتكلم عن محمد عبد المنعم، محمود متولي، حسين الشحات، علي معلول هل ممكن يبقى جاهز ولا لا؟ كل ده هنشوفه خلال الساعات الجايه عقب تمرين اليوم ومباراه الغد. فهل يقدر كولر يتغلب على الغيابات دي ويكون في عناصر بديله؟ اكيد. الميزه في الفتره الاخيره في الفريق ان في توليفه وفي روتيشن وتدوير. في بعض الاحيان ممكن النتائج ما بتساعدكش لكن الجاهزيه الكامله لكل اللعيبه ده نقطه أنا شايفها إيجابية جدا في الفترة الأخيرة. طيب حساب المصري الرياضي والنهارده كان في تصريحات مهمة جدا للكابتن سيد معوض بيكشف فيها حقيقة هروب نجله من الأهلي للاحتراف في أوروبا. غير صحيح هروب نجلي عمر من الأهلي.
اللاعب خرج لفترة معايشة في البرتغال بالاتفاق مع النادي بعد جلسة مع المحمود الخطيب وخالد بيبو، وهو غير مرتبط بتعاقد مع النادي، وتواجده في الأهلي شرف كبير. يعني كلام مهم جدا قاله الكابتن سيد معوض عشان يوضح هذه الجزئية. أولا تمت اجتماعات مع الكابتن محمود الخطيب ومع الكابتن خالد بيبو عشان فكرة المعايشة اللي جاية لعمر ابن الكابتن سيد معوض في إحدى الأندية الكبرى في البرتغال، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق والسفر وخط فترة المعايشة، وإذا كان هناك عرض أكيد هيكون في اتفاق ما للتحضير لهذه الرحلة وتجربة نتمنى التوفيق فيها لعمر سيد معوض. ومليون في المية أكيد النادي الأهلي مش هيقف في رحلة احتراف نجم كبير ولاعب كبير ممكن يكون مستقبل كبير للكرة المصرية خلال الفترة اللي جاية، لكن توضيح الكابتن سيد كان مهم جدا عشان السوشيال ميديا كتبت إن عمر هرب وسافر، في ظل طبعا من زي ما انتم عارفين في بعض الاخبار بتبقى على السوشيال ميديا مش واضحه، فكان مهم جدا ناخد تصريح الكابتن سيد ونشرحه لكل الساده المشاهدين. نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. طيب الاهلي اكيد بيستعد لمواجهه الداخليه، والنهارده التدريب مسائي في ملعب مختار التتش بالجزيره. في كلام مهم جدا محتاجين نعرفه بالتاكيد من خلال زميلنا محمد توفيق اللي موجود في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نتعرف من خلاله على اخر الاستعدادات، جاهزية اللاعبين، ممكن مين يكون أبرز الغيابات من خلال متابعته لتدريب الفريق ولقائه أكيد بالجهاز الفني قبل بداية المرات. توفيق مساء الفل عليك. مساء الخير زميل عزيز محمد، يعني تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. آخر الأخبار لديك وما هو الجديد بالنسبة لاستعدادات الأهلي لمواجهة الداخلية خاصة بعد مواجهة سان داونز في أقل من 48 ساعة أو بعد أقل من 48 ساعة؟ بالفعل محمد زي ما ذكرت ان اكتر حاجه دلوقتي هي معوق قدام النادي الاهلي هو الوقت. انت بتتكلم على طول سبت وثلاث مباريات على طول، بتلعب في بطولتين مختلفتين، يعني النتائج هنا او هنا لا تقبل القسم على اثنين. انت عايز تكمل مشوار الدوري، تبقى على الصداره، تعيد من تاني لقبك المفضل لقب الدوري العام، وفي نفس الوقت بطوله افريقيا بطوله مهمه جدا لكل جماهير النادي الاهلي عايز برضو تحصل على لقبها. فزي ما انت شايف مفيش رفاهيه في الوقت خالص، انت بتنهي مباراه سان داونز زي ما قلت يوم السبت، تتدرب امبارح تدريب صباحي الاحد، النهارده الاثنين تدريب مسائي التدريب الرئيسي. يمكن تدريب امبارح كمان يا محمد كان تدريب مجرد استشفاء اللاعبين اللي شاركوا بصفه اساسيه في مباراه سان داونز، وبعد كده بقيه اللاعبين يمكن قدوا مران قوي جدا. كان طبعا ابرز المشاهد فيه هو عوده لاعبي منتخب الشباب مصطفى مخلوف، كريم الدبيس، وكمان رأفت خليل كانوا موجودين وشاركوا في تدريب الامس وكمان تدريب اليوم، وبقيه اللاعبين كلهم يعني زي ما قلت الاساسيين لا يعني كان تدريب بس استشفائي خفيف جدا، وبقيه اللاعبين قدوا تمرين قوي. النهارده التدريبه الاساسيه بالطبع محمد لمباراه الداخليه ان شاء الله المقرر اقامتها غدا باذن الله في اطار مباراه الجوله 20 من الدوري المصري الممتاز. كان تدريب قوي جدا بقى، يمكن الجهاز الفني عالي شويه بالاحمال خاصه زي ما قلت لك التدريب امبارح كان خفيف جدا. بنتكلم على اللاعبين كلهم موجودين الحمد لله، مفيش بس غير عمرو السوليه اللي بواصل برنامجه التاهيلي والعلاجي، كمان برونو سافيو اكتفى بالجري حوالين الملعب، وطبعا غاب عن التدريبات الجماعيه النهارده حسين الشحات ومحمود متولي نظرا للاصابه. ابرز العائدين النهارده للتدريبات الجماعيه هو محمد عبد المنعم. بالطبع كان قبل التمرين محمد في محاضره للجهاز الفني اتكلم فيها عن ابرز نقاط القوه والضعف في فريق المنافس للنادي الاهلي في مباراه غدا باذن الله الداخليه، وكمان اتكلم عن اهم الحاجات النظريه. يمكن سمعنا كلنا مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي قال ما فيش وقت للتدريبات يعني بشكل كبير، الكلام اكتر هيبقى نظري طبعا نظرا زي ما احنا اتكلمنا ضغط المباريات وتلاحمها وارهاق اللاعبين، قال الكلام اغلبها هيبقى نظري. ده اللي شفناه قبل التدريب النهارده سواء في غرفه المحاضرات او كمان في ارض الملعب، واتكلم مع اللاعبين عن اهميه الفصل زي ما قلنا محمد في بطولتين مهمتين سواء للنادي او كمان لجماهير النادي الاهلي في كل مكان. طيب انت طمنتني اولا على مشاركه محمد عبد المنعم، النهارده شارك في التقسيمه او موجود في المران الجماعي عكس متولي وحسين وعمر السوليه. بالفعل يا محمد زي ما قلت لك متولي الحمد لله يعني عبد المنعم موجود الحمد لله النهارده في التدريبات الجماعيه، عمرو السلاي زي ما قلت لك بيمارس يعني او بيواصل تدريباته التاهيليه والاستشفائيه، برونو سافيو اكتفى بالجري حوالين الملعب، وكمان يعني عندنا عنصرين مهمين جدا اساسيين سواء حسين الشحات او محمود متولي للاسف غائبين عن التدريبات الجماعيه بيواصلوا برنامجهم التاهيلي، طبعا وفقا لرؤيه الجهاز الطبي والفني هيكون عودتهم باذن الله التدريبات الجماعيه مره اخرى. طيب حسين الشحات كان في كلام انه اجرى اشعه، هل عندك نتيجه الاشعه يا توفيق؟ يعني ممكن غيابه يطول شويه، ونفس الامر بالنسبه لمحمود متولي.
يمكن يعني اتكلمت مع دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق في هذا الامر، قال لي ان شاء الله بعد مباراه الداخليه نبدا نتكلم في نتائج او مده الغياب بتاعه اللاعبين سواء حسين الشحات او محمود متولي. قال لي احنا منتظرين بس لما بعد مباراه الداخليه، احنا مش مستعجلين عليهم خاصه ان هم كانوا بيشاركوا الفتره اللي فاتت محمد بشكل اساسي، فكان النيه بتتجه لدى الجهاز الفني اللي راحتهم. الاصابه طبعا حاجه قدريه، فالجهاز الفني والجهاز الطبي فضلوا راحتهم بشكل اكبر، وهيبقى الاطمئنان عليهم ان شاء الله في فيما بعد مباراه الداخليه باذن الله وتحديد مده غيابهم. وان كنا نتمنى طبعا بالطبع الحقهم برحله النادي الاهلي اللي هتبقى رحله طويله سواء لجنوب افريقيا او من بعدها الجروه لملاقات القطن الكاميروني، نتمنى باذن الله لحقهم بهذه الرحله، لان اكيد الجهاز الفني والفريق محتاج لكل عنصر خاصه العناصر الاساسيه، ونتكلم في اثنين من اهم العناصر الاساسيه سواء محمود متولي او كمان حسين الشحات. طيب لو اتكلمت مع دكتور احمد ابو عبله، هل طمنك برضو على السوليه؟ يمكن البعض كان بيتوقع ان السوليه يكون موجود في مباراه الداخليه، هل عدم وجوده ممكن في المباراه راحته لمباراه القطن، ولا الدكتور احمد قال لك لا السوليه لسه قدامه شويه وقت؟ لما اتكلمت معاه هو في من اول الموسم محمد يمكن سياسه بيتبعها الجهاز الطبي بالتعاون مع الجهاز الفني ان مفيش اي استعجال على اي لاعب ونزول لارض الملعب سواء التدريبات الجماعيه او كمان المباريات غير وهو جاهز 100% لعدم المخاطره باللاعبين، خاصه زي ما احنا بنتكلم الموسم مضغوط جدا، تلاحم مباريات، عمرو السوليه من اهم اللاعبين في الفريق، فانت مفيش مخاطره بانك تلعبه، خاصه الحمد لله زي ما انت شايف العناصر اللي بتلعب كلها الحمد لله مستواها قريب من بعضه، والنادي الاهلي بقى عنده وفره. عمرو السوليه كمان تحديدا انت عارف ان مركزه محمد بيتطلب مجهود وجهد كبير جدا وجري كبير جدا في الملعب، واصابه عمرو كانت عضليه فمفيش طبعا مخاطره من هذه الجهه، ولكن زي ما اتكلمت معاه اللي هو عمرو خلاص يعني في المراحل الاخيره جدا من برنامجه، ولكن مش هيكون موجود سواء في التدريبات الجماعيه او في المباريات الا وهو جاهز بنسبه 100%، خاصه زي ما اتكلم محمد نظرا لطبيعه مركز عمرو السوليه وان الحمد لله في بدائل موجوده كتير، وزي ما قلت لك انت عندك رحله اهم كمان، يمكن عندنا ماتش الداخليه ومن بعدها القط، ولكن في رحله اهم هي اللي هتحدد ان شاء الله نسب صعود الفريق بنسبه كبيره جدا، وهي رحله زي ما قلت لك تبقى رحله طويله سواء لجنوب افريقيا او من بعدها جروه كمان يا محمد. الحاله المعنويه يا توفيق وكمان عوده اللاعبين الشباب بعد خروج منتخب الشباب في التصفيات الكاس الامم اللي بتنظم في مصر، يعني الحاله المعنويه ايه؟ واللاعبين الشباب اللي رجعوا لصفوف الاهلي ابرزهم مثلا يعني كريم الدبيس، يعني الجهاز الفني اتكلم معاهم في ايه؟ الكابتن سيد اكيد كان ليه جلسه معاهم اول ما انضموا للتدريبات امبارح، تفاصيل لو عندك تفاصيل اكتر في الجزئيه دي. بالطبع يا محمد انت عارف طبيعه لعيبه النادي الاهلي وعقليه لعيبه النادي الاهلي، فالجهاز الفني على طول بيتكلم. كابتن صلاح حفيظ حتى لما اتكلمت معاه بعد مباراه اسوان قال لي احنا دايما عندنا فصل بننهي صفحه افريقيا بنقفلها وبننتبه للدوري وبنبقى مركزين بنسبه 100%، كذلك الامر دلوقتي انت بتقفل صفحه افريقيا وبتنتبه للدوري، ولكن طبعا بالطبع مش هنقدر نخبي دوت ان اللعيبه الشباب في السن دوت كمان النتائج محمد يعني كانت مخيبه للامال بشكل كبير جدا، يعني انت بتتكلم في فريق خارج بنتائج سيئه جدا 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 على ارضه، فبالطبع في تاثر مع اللاعبين، ولكن بالطبع كابتن صلاح حفيظ ده بيبقى من اهم ادواره ان بيتكلم اللاعبين خاصه في هذا السن سواء رافت او مصطفى مخلوف او كريم الدبيس ان هم لاعبين رائعين وقدامهم لسه المستقبل كبير، وان كان في اخفاق فان شاء الله لسه قدامهم كتير بطولات سواء مع النادي الاهلي او المنتخبات المختلفه، خاصه يا محمد انت بتتكلم في ثلاث لاعبين من اهم اللاعبين في مصر في هذه الفئه العمريه، واللي اعتقد باذن الله قريبا جدا هنسمع اسمهم كمان في المنتخب الاول مش بس منتخبات الاعمار الاصغر، ان هم بجد لاعبين رائعين، وده اللي قاله كابتن صلاح حفيظ لسه العمر قدامكم، لسه هيبقى في اختبارات كبيره جدا، واللعيب الكبير محمد زي دايما ما بنقول ودي صفات لاعب النادي الاهلي بيبقى دايما متحمل ايا كانت يعني زي ما بنقول الهفوات، ولكن قادر على العوده سريعا، وان شاء الله يبقى يعني بطوله افريقيا وبطوله الدوري يبقى اول بطولتين ليهم مع النادي الاهلي كمان في هذه الظروف، ويكون عوده كبيره ليهم باذن الله محمد فيما هو قادم باذن الله. باذن الله. هل لديك اي جديد او اي نقطه تحب تختم بها كلامك؟ ان شاء الله خلاص زي ما قلنا التدريب الاخير محمد ما فيش وقت، بعد التدريب على طول الجهاز الفني هيصطحب 22 لاعب للمبيت باحد الفنادق باذن الله القريبه من ملعب المباراه للدخول في لمعسكر ليله المباراه باذن الله، ومن بكره بقى على طول اليوم يمكن هيبدا على طول من بدري سواء الفطار او فقره الاكتيفيشن، ومن بعدها الغداء والمحاضره والتوجه لملعب المباراه، بس كل دعوات جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق حصول 3 نقاط جديده تؤكد الصداره وتحافظ عليها، لان شاء الله بعد كده الانتقال للملف الافريقي والتركيز فيه بشكل تام محمد، كل الدعوات النادي الاهلي نبقى دايما في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. كلمه ليك اتفضل. باذن الله. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي، واللي كان حاضر النهارده جانب من تدريبات الاهلي استعدادا لمواجهه الداخليه غدا في الدوري العام. قدر الامكان حاولنا نقربكم شويه من الصوره، مين بيتمرن، مين غايب، مين بيستعد للفتره اللي جايه، ودي بالتاكيد دورنا ان احنا نوصل المعلومات الحقيقيه والصوره الحقيقيه من ملعب التتش لكل جماهير النادي الاهلي. نخرج الى فاصل، ده جزء من التدريب صح؟ تمام. على فكره قدامكم يعني قبل ما نطلع لفاصل ده جانب من تدريب النادي الاهلي، يعني لقطات منذ قليل
تم تصويرها طبعا من كاميرا قناه الاهلي في ملعب مختار التتش بالجزيره. الحمد لله يمكن الامور البدنيه تحديدا في الاهلي ماشيه بشكل كويس، يعني الاهلي بيلعب مع فرق كبيره في الفتره الاخيره، ضغط مباريات كاس عالم انديه، دوري ابطال افريقيا، دوري عام، فزي ما انتم شايفين يعني الحاله البدنيه الحمد لله تسير بشكل جيد. حتى الاصابات اللي ممكن بيتعرض لها بعض اللعيبه بتبقى اصابات طفيفه ممكن تريح مباراه، والجهاز الفني كمان ساعات بيدي راحه للعيبه عشان ما يبقاش فيه اجهاد، زي ما حصل حتى مع علي معلول ما لعبش مباراه اسوان، في لعيبه تم يعني الجهاز الفني اداها راحه من مباراه اسوان بدون الحمد لله ما يكون في اي اصابه عشان يستعد لمباراه سان داونز بكره. رغم ان محمد عبد المنعم اتمرن لكن وارد جدا ممكن ما تشوفش محمد عبد المنعم، وارد جدا الجهاز الفني يدفع بياسر ابراهيم، يعني يدفع برامي ربيعه، ممكن يكون موجود محمد اشرف، يعني ممكن تلاقي تدوير ايضا بكره في مباراه الداخليه، لان بعد مباراه الداخليه انت عندك مباراه القطن ثم المقاولين، وبعدها على طول هتسافر عندك مباراتين في افريقيا حاسمتين بشكل كبير جدا. طبعا كولر يمكن بيجتمع باللعيبه اول ما بينزل في ارضيه الملعب، الحمد لله يمكن حتى الارضيه بعد التطوير اللي تم او الصيانه اللي تمت في المرحله الاولى يمكن ظهر بشكل جيد جدا. الصيانه او المرحله الثانيه هتكون في الفتره اللي هيسافر فيها الفريق الى جنوب افريقيا والكاميرون. قدامنا على الشاشه يمكن برونو سافيو بيواصل كمان اهو مرحله الجري والتاهيل، عشان البعض اللي ممكن يقول لك اصل برونو سافيو مش مصاب، اهو بيعمل تدريبات بالجري حول الملعب، البعض اللي ممكن يقول لك هو منقطع عن التدريبات، قدامكم اهو على الهواء موجود برونو سافيو في التدريبات. جهاز الفني لو حد قال لك اصل في خلاف اهو الجهاز الفني قدامكم بيضحكوا بيتكلموا مع بعض، كولر والكابتن سيد وكمان كابتن سامي قمصان، وده المران الجماعي للعيبه قبل طبعا ما يخشوا في الجوانب الفنيه والجزء التاكتكس اللي بيحب يشتغل عليه كولر في ليله المباراه. حتى التدريب الاخير ده بيبقى التدريب فيه مده بسيطه ما بيستمرش اكتر من ساعه وربع، وبعدها على طول الفريق بيستقل بقى الحافله وبيتجه الى فندق الاقامه، بيبقى فيه غدا بمجرد الوصول وفي محاضره بعد العشاء، وعلى طول الفريق بينام، اللعيبه كلها بتطلع لاوض الغرف بتاعتها وبتنام حوالي الساعه 10 عشان بتستعد بقى لليوم التاني. بيبقى البروجرام فيه تفاصيل كتيره بقى من الفطار للمحاضره للغدا للتحرك، زي ما انتم عارفين دايما يمكن النادي الاهلي ليه نظام كده متبع في كل المباريات. طيب ده كان جزء وجانب مهم جدا من الحديث عن تدريبات الاهلي والاستعدادات لمواجهه الداخليه. نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف الشأن المحلي والشأن العالمي واللي بيحصل في الكورة ولكن خارج النادي الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد، ده كان جانب من تدريبات الأهلي، ولكن تعالوا نشوف بقى الكورة خارج الأهلي إيه اللي بيحصل فيها. نشوف في الترند المحلي والبداية من حساب بطولات مصدر باتحاد الكرة لبطولات، روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يوافق على مواجهة منتخب المكسيك وديا في شهر يونيو المقبل. لو المعلومة صح والخبر صح والمباراة دي في الأجندة الدولية خلال شهر 6 هيبقى استعداد كويس جدا، محتاجين نلعب مباريات مع مدارس مختلفة. احنا في الفترة السابقة قبل كأس العالم لعبنا مع بلجيكا وده كان شيء كويس جدا، محتاجين نلعب مع المدارس الأمريكا اللاتينية، نلعب مع المكسيك، محتاجين نلعب مباريات ودية بالشكل ده، بالإضافة إلى التصفيات الإفريقية. عندنا مباراتين حتى في شهر مارس مع ملاوي ذهابا وإيابا خلال الاسبوع الاخير من مارس، فنتمنى يا رب يكون في مواجهه مع المكسيك في شهر 6. والتحضير للماتشات دي ما بيجيش فجاه، لازم تشتغل عليها قبلها بست شهور وقبلها بسنه، لان المنتخبات دي ما بتحضرش الاجنده بتاعتها يوم بيوم، ده بتحضر قبلها بسنه عشان ليه الفتره اللي جايه. ملعب القاهره 24 ومن خلال حسابهم الرسمي بيقولوا ان فيتوريا يستقر على اسماء محترف المنتخب لمواجهه ملاوي. طيب مين المحترفين؟ احنا بنتكلم هنا مثلا اولا بالاضافه الى محمد صلاح، اول ما تتكلم عن المحترفين لازم تبدا بمحمد صلاح، ده رقم واحد اكيد يعني، لكن كمان معاه احمد حجازي، طارق حامد، الاثنين بيلعبوا في اتحاد جده السعودي، تريزيجيه لاعب ترابسن سبور التركي، عمر مرموش لاعب فولفسبورج الالماني، احمد حسن كوكا لاعب الانيا سبور التركي، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، وامام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي. كلنا عارفين كمان ان محمد النني غايب للاصابه في الفتره الاخيره، الف مليون سلام عليك يا نني، لكن طبعا دي ابرز اللاعبين المحترفين اللي ممكن ينضموا الفتره اللي جايه. وانت في النهايه عارف يعني عد غنماتك يا جوحة، يعني انت بتتكلم في خمس ست محترفين منهم اتنين تلاتة هم ابرز اللاعبين، فنتمنى يا رب يكونوا اضافة في مواجهتي ملاوي، واحنا محتاجين في المباريات اللي جاية مش هقول يعني نتمنى الست نقاط، لان مهم جدا يبقى عندك تسع نقاط بعد ما خسرنا من اثيوبيا بهدفين في عهد الكابتن ايهاب جلال. طيب يلا كورة، نقل تصريحات للكابتن ايهاب جلال
مدرب حراس منتخب الشباب اللي قال فيها: لم نستعد بشكل جيد، لم نخض مباريات ودية إفريقية عديدة، كما إننا واجهنا في البطولة منتخبات تضم لاعبين أكبر سناً بسبب التسنين الذي تقوم به المنتخبات الإفريقية. فمثلاً حارس السنغال وأحد لاعبي نيجيريا البنيان بتاعهم كما لو كانوا أكبر سناً، لكن هذا ليس عذراً. طبعاً الكابتن إيهاب جلال من المدربين المحترمين والمحترفين، راجل اشتغل في أوروبا وممكن معاه اللايسنس البرو من الاتحاد الألماني، وطبعاً دي تخليه ممكن يشتغل في أكبر المنتخبات الأوروبية ويبقى مدرب حراس مرمى في البرازيل وفي ألمانيا وفي إيطاليا، فعنده خبرات كبيرة. حتة التسنين أنا أعتقد يا كابتن إيهاب الفترة الأخيرة في كشف طبي بيتعمل على الجزء المتعلق بالرسخ بتاع اليد عشان تعرف عمر اللاعب، وفي منتخبات كتير ثبت تزوير في هذه الجزئية في السنوات السابقة. لكن كابتن إيهاب قال نقطة مهمة جدا، ما كانش في فترة إعداد، ما كانش في مباريات إفريقية للتحضير لهذه البطولة، وهو حتى في نهاية كلامه قال فكرة التسنين ليس عذرا، والتحضير للبطولة للأسف ما تمش إعداد المنتخب بهذا الشكل أو بالشكل الجيد، والكل كان مقصر بنسبة كبيرة على المستوى الإداري قبل المستوى الفني. طيب ملعب القاهرة 24 بيقولوا قرار جديد من اتحاد الكورة بعد خروج منتخب الشباب من أمم إفريقيا. طبعا امبارح كان في اجتماع مهم جدا لمجلس الأستاذ جمال علام، وللأسف مفيش قرارات طلعت، وأنا أعتقد مفيش قرارات هتطلع، ولكن القرار الجديد اللي بيخص منتخب الشباب إن هم بيفكروا في تعيين مدير فني أجنبي خلال الفترة اللي جاية عشان التطوير والتخطيط للمنتخبات اللي جاية. والله لو جبت يعني كارلوس ألبرتو بيريرا هو اللي يقود تطوير الكرة المصرية، أنت عندك مشاكل كتيرة جدا، لازم تحط خطة طويلة الأمد، وعشان تحط خطة طويلة الأمد لازم يكون عندك مجلس إدارة منتخب لأربع سنين. المجلس اللي موجود حاليا أعتقد مدته باقي فيها سنة سنة ونص، فنتمنى طبعا نتيجة اللجان اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت هي اللي وصلتنا للمرحلة الحالية. على فكرة هي كلها لجان وإدارات متعاقبة هي اللي وصلتنا للنتيجة اللي احنا شايفينها، فنتمنى يكون في تخطيط أفضل، ونتمنى الناس اللي تقدر تدير الكرة المصرية تحط بلان بشكل أوسع لإدارة الكرة الفترة الجاية، مش المدير الفني الأجنبي اللي هيجي هو اللي هيطور الكرة. في أمور إدارية أهم كتير جدا من التفاصيل الفنية. شوفوا المغرب عملت إيه، شوفوا السنغال اشتغلت إزاي، مش مشكلة اللي موجود يتعلم عشان الدنيا تتغير للأحسن شوية، لأن بصراحة مصر لا يليق بيها على المستوى القروي المستوى اللي احنا شايفينه في الفترة الأخيرة. طيب نروح للترند العالمي، والبداية من حساب اليوم السابع، وهنبدأ بقى نتكلم على جائزة ذا بيست، جائزة الفيفا اللي النهاردة ميسي بينافس عليها مع مبابي وبنزيما للفوز بالجائزة إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. الليلة إن شاء الله الإعلان عن من سيفوز بجائزة ذا بيست الأفضل من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم. طيب نروح للأرقام مع أبرز ثلاث لاعبين على مستوى العالم. حساب في الجول، ماذا قدم الثلاثي المرشح لجائزة ذا بيست في عام 2022؟ مع بعض بقى كده واحدة واحدة، لأن احنا معانا أرقام مهمة جدا وفي نفس الوقت بصراحة مثيرة. كريم بنزيما 58 مباراة أحرز 50 هدف 16 تمريرة حاسمة. كيليان امبابي 66 مباراة أحرز 58 هدف 31 تمريرة حاسمة. ليونيل ميسي 53 مباراة 23 هدف 29 تمريرة حاسمة. طيب ده على مستوى عام 2022. طب لو رحنا لفترة كأس العالم في قطر، ميسي لعب 7 مباريات أحرز 7 أهداف عمل 3 تمريرات حاسمة. كيليان امبابي 7 مباريات أحرز 8 أهداف عمل تمرينتين يعني 2 تمريرة حاسمة. طبعا عارفين كلنا أن كريم بنزيما لم يشارك للإصابة. طيب ليونيل ميسي السنة دي إيه البطولات اللي حققها؟ طبعا هو قفل اللعبة زي ما بيقولوا كده بلغة السوشيال ميديا. كاس عالم مع الأرجنتين، الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، كان الدوري الفرنسي لكن طبعا خسر فاينل كاس العالم امام منتخب الارجنتين، فبالتالي ميسي هنا عنده درجه اعلى وهو المرشح الابرز بالمناسبه للفوز بالجائزه بنسبه تتخطى اكتر من 60-70%. طيب بطولات كريم بنزيما السنه دي، ويمكن النقطه اللي يعني اللي ممكن تكون مؤثره على كريم عدم المشاركه في كاس العالم، ولكن مع ريال مدريد خد دوري ابطال اوروبا، خد الدوري الاسباني، فاز بكاس السوبر الاسباني، فاز بكاس السوبر الاوروبي، وفاز بكأس العالم للأندية، وشارك طبعا في المباراة الأخيرة أمام الهلال السعودي.
دي الأرقام الخاصة بأفضل ثلاث لاعبين على مستوى العام في 2022. طيب آخر حاجة معايا طف الترند العالمي، كرة 11 صحيفة ماركا الأسبانية، ريال مدريد يقرر مقاطعة حفل الفيفا ذا بيست في باريس اليوم بسبب عدم وضع فينيسيوس جونيور لاعب الفريق ضمن قائمة أفضل 7 مهاجمين في العالم. أنا بيعجبني في ريال مدريد نادي صاحب مواقف بصراحة. طيب أستاذ محمود فوزي بيجاوب على سؤال طرحناه التشكيل المتوقع، بيقول الشناوي، هاني، خالد، ياسر، أشرف، حمدي، مروان، بيرستاو، أحمد قندوسي، طاهر، ومحمود كهربا. طيب أستاذ عمرو منصور بيقول السلام عليكم ورحمة الله يا أستاذ محمد، أهلا بيك يا أستاذ عمرو، إن شاء الله فوز الأهلي 2-0. التشكيل الشناوي، خالد عبد الفتاح، ياسر، رامي، كوكا، حمدي، ديانجي، قندوسي، كهربا، طاهر، شادي، حسين، للتدوير وراحة المهاجمين. طيب هو بيتكلم كمان وجهة نظره لما قال شادي حسين فكرة التدوير. عموما نتمنى التوفيق رب للأهلي غدا في مواجهة الداخلية. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، ونلتقي يوم الأربعاء إن شاء الله في حلقة جديدة، لأن بكرة هيبقى فيه مباراة الساعة 7 وقبلها استوديو تحليلي. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.